أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم بقناتكم قناة أسرار آدم، آدم سيكريتس شانل. دراجي دروزيا، سيبوني يا بودو زيلات نمورة نموراس كوكوزم. اليوم بدي أعملكم أكلة كتير طيبة اسمها النمورة على الطريقة اللبنانية. في أنواع كتير من النمورة، في النمورة السادة، في النمورة بتيجي مع جوز الهند. اليوم رح أعملكم النمورة مع جوز الهند على طريقتي. هيدي الأكلة مكوناتها الأساسية هي السميد وجوز الهند، لبن، سكر، زبدة، بيكنج باودر، السكر للقطر، وماء الزهر، ماء البرد حسب ما بتحبوا، إذا بتحبوها أو مع حلبة. رح أعملكم هلأ اليوم المقاييس، اللي هي عبارة عن السميد عندي 3 كبايات، هون في عندي كبايتين وهيدي في عندي كباية، 3 ستكان سامولينا مانكا، عندي كوكوز 2 ستكان، وبعدين 1 ستكان سكر، كباية سكر، و 2 جرام رزرخليتل بيكنج باودر. هذا سخي بجسفة الدنيا بصاورو سيشاس ميسي. حطيت هلا انا كل شيء اسمه ناشف مع بعضهم، رح احركهم هلا مع بعضهم البعض. هلا رح احط الزبدة اللي هي بحرارة المطبخ تقريبا بحدود 200 جرام، رح استعمل ايدي، بدي فوت الزبدة لجميع المكونات اللي حطيتها تقريبا مثل اللي بيعرف يعمل معمول، مثل ما طريقة المعمول. هلا في منهم بسيخوا الزبدة على الميكروويف وبيحطوها سائل وبيضربوها بالمكنة، فيكن تعملوا هيك وأنا بحب هاي الطريقة، يعني فعلا إذا بتشموا هيدي الريحة قد ما هي ذكية بتحبوا تاكلوها ني هيك. ريحة الجوز الهند مع السميد مع الزبدة وكله بلدي، شي ممتاز، ما عدا جوز الهند كنشنا طبعا مش بلدي، نستورده من الهند أو أفريقيا. دوري هلا شفتوا كيف صار لونه بعد ما خلطتهم، لحط اول كباية زبادي او لبن باللبناني او زبادي بالمصري، حط تقريبا الكمية اللي بدي اياها، يمكن عوز الكبايتين، يمكن عوز كباية ونص، بشوف انا بقدر قديش بدي لهالكمية هاي. مثلا اخذوا 2 كوب زبادي او لبن، هيدي هي العجينة اللي بدي اياها. هلا بدي افرشها، بدي احط لها شوية صغيرة من المزهر واخلي المزهر الباقيين للقطر، فرجيكم كيف بعمل القطر، وشوية موارد هفردها هلا بالصينية. هلا بدها قد يكون متساوي الحجم، بالايد شوي صغيرة موارد او مزهر، هذا منظرها من بعد ما ملستها وسويتها كلها نفس الحجم. نستعمل السكينة حادة للتقطيع، الغرض من تقطيع النمورة هي من بعد ما نشيلها من الفرن بدنا نشربها قطر، وبذات الوقت لما نقطعها بشكل متناسق وحلو، اللي بيحبوا يحطوا قلوبات مثل اللوز أو الفستق الحلبي أو الكاجو بيكونوا قادرين يحطوا على كل قطعة حبي أو حبتين وزوها بشكل متناسي.
هلا رح فوتها انا على الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. حطيت هون كبتين سكر من هذا الكوب، لحط عليهم كباية مي وعصرة حامض، عصرتين حامض، وبحرك على نار حاليا فوق المتوسطة. هيك أصدقائي كيف بعرف إنه القطر خلص؟ عم بحرك، طلع الملقة هيك، بقرب عليها بفرجيكم آخر نقطة كيف بتنزل. شفتوها؟ فحصتها، خلص القطر. هذا بديه للنمورة بزيادة، ما بديه معقد أكثر من هيك. هذا بالحالة هذه حضف له المزهر والموارد و تيت الغاز على الأخير، دقيقتين وبطفي الغاز تحت منه. هي لاحظتوها اخر نقطة كيف صارت، هذا هو القطر البدية، بطفي الغاز. اصدقائي خلصت النمورة بالجوز الهند تاكزاك موشيلاس. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لاصحابكم واصدقائكم. اذا ودي نزلتي لايك سبسكرايب وشير. يا خاتشو بابروبت يسكاجو ناسكول كاني فكوسني واتكي ماني كوسول شي كبود بزات يسكاجو هم شو يا جبرون نزيا جبريت نجنا بروستا بابروبت. شو بدي لكم مهما حكيت اذا ما جربتوها وعملتوها وذقتوها طعم بجنن كتير طيب. وصحة وعافية على قلب الجميع، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. نلاقيكم هلا، باي باي.